من حوالي كده أكتر من 25 سنة كان بدأت أبحاث كتير تتكلم على السوشيال ميديا، ويقولك البلاتفورم بتاع السوشيال ميديا اللي هو فيسبوك وتويتر وما شابه من كل الحاجات دي، وكانوا بيقولوا إنه يعني السوشيال ميديا دي لما الناس هتتفاعل هتؤثر على الفن والفنون بشكل كبير، يا إما أنت تفتح المجال وتبقى بتقدم وبتتعاون طول الوقت مع السوشيال ميديا، يا إما أنت هتبقى أحياناً بعيد عن الناس ومهجور. ده اللي عملته هوليوود. هوليوود بدأت تستعد زي ما انتم عارفين السنة دي لموسم وجوائز ساخن، وخصوصا كمان السوشيال ميديا بدأت تتحكم. وليه بتكلم عن مين تحديدا؟ عن الأوسكارز، لأنه الأوسكارز دي عبارة عن منظمة كبيرة جدا، عدد من الجوائز بتختار أحسن فيلم، أحسن ممثل، ممثلة، موسيقى تصويرية، إخراج، مونتاج، مؤثرات صوتية، أحسن مخرج، أحسن مخرجة، سكريبت، سيناريو، كل عناصر الفن بشكل عام. وزي ما أنتم عارفين أنه جائزة الأوسكار مهمة جدا والعالم كله بيتابعها، يعني حتى طبعا بيبقى لها حقوق وحاجات كده. فبدأت الأوسكارز تحس بأنها بعيدة شوية عن الجمهور العادي، مش جمهور الأوسكارز ولا جمهور السينما، هي عايزة تقرب من الناس اللي قاعدين على السوشيال ميديا. ففكروا أن هم يفتحوا باب التصويت للجمهور وعملوه على تويتر. وبشكل غريب كده الناس على تويتر اختاروا فيلم جيش الموتى. الفيلم ده ما حققش اي نجاح جماهيري، بمعنى ايه؟ لا هو فيلم شباك ولا جاب ايرادات فظيعه ولا عمل حاجه ما حصلتش، او انه حقق حتى نجاح بشكل نقدي، يعني حتى النقاد ما اتكلموش عليه. السؤال هنا بقى، يا ترى السوشيال ميديا ممكن تتحكم بعد كده في الجوائز بشكل كبير، والمنتجين هنا يوجهوا حساباتهم بقى ويفكروا على السوشيال ميديا علشان تدعم افلامهم، يعني يشتري بقى، يبقى في لجان ويدخل على السوشيال ميديا ويشوف ايه الموضوع يحلها ازاي. لان انتم عارفين كمان ان الاوسكارز بقالها فتره، خصوصا بعد الاحتفال الاخير اللي كان فيه الفنان ويل سميث والصفعه الشهيره بتاعته لمقدم الاوسكارز لما عمل تنمر معين على زوجته، فطبعا دي برضو قالوا يعني بقياس الاوسكارز والمنظمين انها قللت قوي، وكان في نقد كبير جدا عليهم على السوشيال ميديا. فهم بقى عندهم هذا التخوف، مش عارفين يروحوا فين. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل كده ندردش فيها مع الناقد السينمائي رامي المتولي. استاذ رامي مساء الخير. مساء الفل يا استاذ شفقي. يعني زي ما انت متابع معانا كده الصوره على الشاشه والموضوع، يبدو انه الاوسكارز والمهرجانات الكبيره برضو عندها مشكله السوشيال ميديا، يعني تروح وتحط الافلام وتاخد تصويت الجمهور ولا تبعد عنه، لانه هيحطها في ارتباك شديد اللي هو هيختاروا السوشيال ميديا قد تختار افلام بعيده تماما عن اختيارات وفكر الاوسكارز. رايك ايه؟ والله انا شايف ان هي حاجه عاديه ووسيله من وسائل الدعايه، خاصه ان الفيلم ما حققش نجاح على شباك التذاكر، لان هو فيلم اتعرض في الاساس على منصه، وهو كان في مشكله ان المنصه الشهيره دي دايما بتفضل انها تعرض الافلام بتاعتها عبر المنصه مش عبر السينما، ولو نزلت افلام بتنزل افلام بعينها هي اللي تروح للسينمات والمده محدده علشان تستوفي مثلا شروط الاوسكار او تستوفي الشروط في مهرجان ما. تمام. اعتقد انها وسيله ومحاوله لاستذاب الشباب، خاصه ان الجائزه دي ليها علاقه بالشباب بشكل مباشر، فالتوجه لتويتر وان هم يعرضوا يسالوا الجمهور يعني ايه الافلام اللي انتم شايفين ان هي ناجحه، انا شايف انها وسيله دعايه اكتر منها اي حاجه تانية. لا كمان خد بالك انه انت عندك يعني اوسكارز والمهرجانات، يعني يعني هي بنفسها الاوسكارز وجوائزها هي في حد ذاتها مهرجان. خد بالك هي بتبدا الترشيحات، والترشيحات دي بيبقى لها برامج اسمها رود تو اوسكارز، بتقعد تتذاع مثلا على القنوات وفي الاعلام مثلا قبلها بثلاث اربع خمس ايام، فبيبقى في حاله كبيره. فيبدو انه دخول السوشيال ميديا في الموضوع هم شايفين ان هم هيبقى عندهم مؤثر تاني غير فكرهم هم، فمش عارفين هيروحوا فين. يعني هم كمان احيانا بنقول انه في نوع من انواع التسييس، في من انواع الاختيارات، لكن هنا هيبقى اختيار جمهور مختلف ومتباين كمان.
هو الفكره كلها ان الاوسكار هي اقدم مسابقه سينمائيه موجوده في العالم. تمام. هي تسبق المهرجانات، تسبق كل التظاهرات السينمائيه. هي بدات بالظبط سنه 1997. هي اتطورت بشكل كبير جدا علشان تتحول في حد ذاتها لصناعه. الاوسكارز مش ما بتبقاش موجوده في شهر فبراير او شهر مارس بس. صحيح. ولا بالترشيحات في شهر يناير. الاوسكارز دلوقتي بقى ليها تاثير على مهرجانات كبرى، يعني احنا بنبتدي رود تو اوسكار، بنبتدي نتكلم على الافلام المرشحه بقوه انها تنافس في موسم الجوائز الامريكي اللي ما بيبقاش مقتصر على الاوسكار بس، من اول مهرجان فينيسيا. يعني احنا ابتداء من الشهر اللي جاي هنبتدي نشوف الافلام الامريكيه المهمه وهي بتتعرض في مهرجان فينيسيا. صحيح. وده يعتبر واحد من اكبر ثلاث مهرجانات عالميه، كان وبرلين وفينيسيا. ففينيسيا هو حجر الاساس والخطوه الاولى في الطريق الى الاوسكار. بعديه. صحيح. على طول يبقى مهرجان تورونتو، بعديهم مهرجان لندن. بعد كده بنبتدي بقى نخش في مجموعه من الجوائز بتمهد للاوسكار. جولدن جلوبس، الساج، رابطه المخرجين، جوائز النقاد. كل ده انا بتفق مع حضرتك عليه، بس انا يعني وجهه نظري هنا في الموضوع ان انت الاوسكارز كمان، انت حتى اي ممثل او اي مخرج او اي فنان يقول لك انا حتى لو ما اخدش الجائزه، الترشيح في حد ذاته جائزه، يقول لك كان مرشح في عام كذا لجائزه الاوسكار، ده جزء من ده تعتبر جائزه، هي في حد ذاتها جائزه. فبالتالي دخول السوشيال ميديا وعدم تقبل الاوسكارز لمثلا ان الجمهور يختار فيلم جيش الموتى اللي هو مش من الافلام اللي عليها اقبال جماهيري ولا النقاد اشادوا بيها، فهنا هتخلي نوعيه الجوائز يبقى لها نظره مختلفه. لا، انا زي ما قلت حضرتك في موضوع الفيلم ده له طبيعه خاصه. هو على فكره كان في اقبال عليه عبر المنصه، هو ما اتعرضش بس على شباك التذاكر، بس هي الفكره كلها. صحيح. هي فكره المنصة. كمان نجاح المنصات باستقطاب جمهور جديد من السينما، يعني المنصات كمان دخلت في هذا السباق. ده ظرف اخر، ولكن لو جينا بصينا مثلا المهرجان كان عنده مشكله رئيسيه مع المنصات، لكن باقي المهرجانات زي برلين وفينيسيا ومسابقه الاوسكار وما شابهها من المسابقات ما عندهاش اي مشكله مع المنصات. أكيد. فالفيلم كمان الأوسكارز كانوا كاتبين تعليق بأن هم حسوا أن السوشيال ميديا جالها نوع من أنواع الإحباط لما حدث في آخر حفلة بتاعت ويل سميث والصفعة بتاعته، فهم برضو مش معتدين على هذا الانتقاد الكبير من السوشيال ميديا. الفكرة في الموضوع ده أن السوشيال ميديا تم استغلالها بشكل ما خلال العشر سنوات الأخيرة علشان تأثر على أكاديمية علوم وفنون الصورة المنظمة والمانحة لجوائز الأوسكار. أكيد. ده بدأ من الهاشتاج اللي هو أوسكار سو وايت، اللي كان بيقوم بيه مجموعة من الأفرو أمريكان وأصحاب الأصول الآسيوية والملونين علشان يبتدوا ياخدوا حقوق في صناعة السينما، سواء أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا. بعد كده كمان في الهاشتاج المهم جدا اللي كان بيتضغط بيه علشان وضع المرأة داخل صناعة السينما. صحيح. ده برضو دول كانوا اكتر اثنين اثروا. اكتر اثنين هاشتاجز اثروا. كمان ما هو ده اللي انا كمان فندم. تمام جدا، هو ده اللي انا بقوله، ان انت دايما عندك احيانا تسييس وايضا اختيار الموضوعات بعينها عشان تبقى موجوده. عموما للحديث يعني اكيد بقيه، لانه يعني الاوسكارز يعني فيها الكثير من الكلام اللي ممكن نتكلم عليه، حتى رود تو اوسكار، الطريق الى الاوسكار ده في حد ذاته موضوع كبير، نتمنى ان احنا نناقشه معاك هنا مره تكون ضيفنا فيه. وانا بشكرك شكرا جزيلا الناقد السينمائي رامي المتولي. زي ما قلت بنحب كده نروح ونيجي معاكم في موضوعات مختلفه، وزي ما انتم شايفين قد ايه السوشيال ميديا بجد مؤثره، ولكن
حتى المؤسسات بترتبك احيانا لما السوشيال ميديا تتعامل معها، فما يبدو ان يبدو كل المؤسسات لازم يكون عندها نوع من انواع الذكاء، ان هي كمان تتعامل مع السوشيال ميديا بذكاء، يعني تشوف المؤشرات رايحه فين وهي كمان فين، وتعمل التوازن ما بينها كمؤسسه كبيره وايضا تعاملها مع السوشيال ميديا.